المنتخب الجزائري ضجة كبيرة أثيرت، زتشي الآن يتحدث في الإذاعة، قال أنه ضرورة إبعاد عدد من اللاعبين، وقال أن مبولحي ما كشفه كشف على أمور أنه بعض اللاعبين إذا ما تقدرش تلعب ترحل. هل صحيح أن المشكلة لازم يغادر عدد من الأسماء؟ هو قال الركائز اللي لعبت، ولكن أيضا هذا المنتخب حثت فيه ما حثت. طبعا في حصاد الليلة مشاهدينا فيه تقرير يكشف العديد من الأمور، ما حدث لهذا المنتخب قبل وبعد وأثناء مواجهة زامبيا. سأكون في الحصاد في الساعة 9 نلتقيكم طبعا بإذن الله، ولكن هل فعلا المشكلة فقط في اللاعبين؟ شوف والله المنتخب هذا قيل الكثير في الإعلام، كل الناس من بعد كل الناس ولات تتدخل، لأنه بعد الهزائم كما نقولوا ابري دي ديفات تو، كل واحد يقدر يتكلم صحيح. كل واحد اي تو المون تيري سور لامبيلونس يفو لو دير. المنتخب هذا خاصة في التصفية تاع روسيا، المشكلة بدأت في أول لقاء ضد الكاميرون. صحيح منطقي يعني. لا لأنه لأول مرة، أنا على حسب رأيي، لأول مرة اللاعبين هم اللي اتخذوا القرار مع رئيس الاتحادية أنذاك أن يبعدوا رايفاس الناخب الوطني. صحيح أول بريمير إيرور، وما تقدرش في كرة القدم لما في منتخب اللاعبين هم يديسيد يقولوا لي بلي هذا المدرب ما ساعدناش يمشي يروح من بعد، وتقول انت لي بلي انايا نروح لنيجيريا وانا نجيب لك اللقاء، راك تكذب على روحك، تكذب علينا وتكذب على هناك الجماهير. المنتخب في تلك الفتره تمشي، لا تمشي انت لنيجيريا وتخسر هزيمه اخرى، بون تعادل هزيمه، بدات التغيرات خلاص تماك تكسر الفريق الوطني. ومن بعد صرا واش صرا اليوم الكلام هذا حقيقه، اليوم نخمو على المستقبل، فيه كاس افريقيا المونديال ننساوه، راك تشوف انهي واسمو اقصاء ضد ليبيا، إقصاء في كأس العالم. صحيح. الكرة الجزائرية، المنتخبات الجزائرية مريضة، كل منتخبات يتحدث بكثير مريضة. من المنطق، هل بقاء الكاريز مفيد من أجل الاستقرار أم أن هذا المدرب مفلس تكتيكيا؟ أنا طرحت منحت لك طرحين اثنين. يا ديل ديبار، احنا الفريق الوطني الجزائري هي بعد هاد المشاكل اللي تعداو وفي ظرف قصير أنك تجيب ثلاثة مدربين مش راح تسيب حاجة، هذه كاع في كرة القدم معروفة. فيما يخص طريقة اللعب تاع الفريق الوطني حاليا، يعني ما تعجب حتى انسان، لانه ديجا الاولى الكاراز انا مازال ما شفتش اسكو لعبنا بتاكتيك مع الفريق الي روتور، حتى انه في لازومبي كنا كارثيين من ناحيه الدفاع، انه الغلطه انه يركب مجموعه تاع الدفاع بطريقه ما عرفتهاش انا، كان كيفاش يدير ماندي وجوار هذا اللي جابوا حسني جيبوه في ماتش مقابله كيما ديك مصيريات تاع كوب دي مون، تصدر تصفيات تاع كاس افريقيا، انك تدير واحد جوار دونك حكيم خويا. تسمى المشاكل اللي وقعوا هي وزيد كاين حاجه اخرى. ما رايك في ابعاد عدد من اللاعبين ركائز؟ اللي ماهوش يمد للفريق الوطني لازم يروح. صدير انا ليا صدير دوك باش ما نحصلوش في اللاعبين، باسكو هادو اللي ما على الاقل ابعاد مؤقت صح، ليس ابعاد نهائي. ايه دوك انا باش نحصلوا في اللاعبين، انا والله شوف حكيم ما نهضرش على اللاعبين، نقول لك على ما نهضرش على اللاعبين، باسكو اللاعبين انت اللي تحكم فيهم مش هما يحكموا فيك. صحيح. ومن الطريقه هذه من الضربه واش قال تاع اللاعبين اللي خداو انه في ضربه ريفاتش، هذه هي اللي هناك ضاع المنتخب. تفضل. لا ابعاد اللاعبين اللي كانوا عندها 6 أشهر و8 أشهر، الشعب الجزائري فرحان صح؟ لا ماشي فرحان، يشوف نابولي غلام ويشوف بورتو ابراهيمي طالب شالك محرز والناس كلها والاقمصه باسامي تاع اللاعبين، واليوم تقول انت لا ما لازمش ننساو. شعيب عليم الان تحدثوا على اتحاد البوليده، قلت لي اذا ما عاونونيش راح نروح، إذا لقيت بعض المساعدة تبقى وتعيد الأنصار هذو تدير أشياء ربما المنتخب، عندك استراتيجية تديرها؟ نعم إذا لقيت المساعدة وكنا درنا كامل يد في اليد نستمر في الفريق ونكمل المهمة اللي بديتها، مي إلا ما كانتش معاونة ما كانتش كاينة مساندة ما كان حتى حاجة أنا ما نقدرش نكمل. صحيح. كنت سعيدة بتواجدك معي ناصر بوش، شكرا جزيلا، دائما فرحان لما تكون معي. كيف كيف والله كنت سعيد. ايضا محمد خزوني اوبليس كيش محمد صحيح. الله يسلمك ناصر. نعم.